يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. صفات بلدنا ونقرا تاريخ وكفاحه، في فضيلة نشوف عفافه في المليوي بالنجاح. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة، فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. هاي هاي ها هنا وين؟ أنا جا مكانه. شنو مالك أنت شابك هنا يا مكان المكان التكسر راسك ده؟ مالك بتفرجك في الشارع كيف نص الشارع؟ أساكن جد عربية بتطبقك؟ شارع ده حق مني يا مك. مالك ده زي هنا؟ يا مكانه كسر راس مني يا مكان أنت. بعد أنت عشان تشوف قلة اللي زبل فيها شنو يا مكان يا مكان؟ أنا زول قدر أبوك مكان الشارع. أي زول بابو أنت ما مسؤول مني. مسؤول منك؟ ما مسؤول مني نهائيا. أنت ما مسؤول مني. إلا دي وأنا جاركن مسؤول منك. ها أنا أقول ما بتقدر تكفيل والله. شنو؟ ما بتقدر تكفيل والله. أكفيل شنو؟ الشارع ده ما حقك. ما أنا قلت لك يا زول قوم من الشارع ده يعني تقوم خلاص انتهى الموضوع. يا مان يا مان يا مان لا إله إلا الله. محمد رسول الله. بس لحد هنا أشوف لك مربوع ثاني قد بيه. ما بقيت بيه مربوع ثاني ليش أنت قاعد في نص الشارع؟ هل أنا طويل الناقة؟ ها؟ أنا طويل عقة؟ ها الطويل العوق على قال انا الطويل العوق ده اي اخوانا عوق وناقه الاثنين سوا لا 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 والله حسبي الله قد 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 يا عمك قد 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 يا اخ قد الله 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 يا حارس حارس الله مالك افضل في شنو؟ في شنو؟ وانا ما في شنو في الحله دي؟ الشافع ما غم الواطة ده واد قليل ادب ما عنده احترام لا كبير لا صغير لا مرة لا راجل يا اخي الحله دي كلها زول قادر وما في ده واد من افضل الشافع اللي اسمه مؤيد ده والله مؤيد ده اخوي ازدهار هاي اخوي ازدهار والله احنا ناس شفتك على الواحد ما مراعي لناس كده والله انا افضل يا اخي الحله دي كلها الكبير الصغير انا بشاوروني حتى في مشاكل الطلاق يقول لي الطويل العوقه وانت احترم نفسك هو اخوي ازدهار حيكون شنو افضل وريني ما لازم يكون قليل ادب ها والله ده كلام ده تعال هنا ازدهار سعالتك هبشتك غلطت معاك ازدهار دي دوره مهذبه الحله كلها تشهد لها اخوها ما عنده علاقه بها انت ما سمعت بالمثل اللي بيقول لو دار تعرف قلة ادب ازدهار شوف مؤيد في الشارع والله دي حسادة شاكد بس لكن صراحة ازدهار ما عنده علاقة بهذا الشيطان الرجيم الحايم يا اخي ده لا بيحترمنا نحن لا بيحترم الناس الكبار ويسيب ويشخط لاي زول ويضارب اي زول ليه؟ في والله هنا لو ما احترام اللي لهذا شنو؟ اسهري اسهري احترم اسهري اسهري ده منو كبار افضل؟ اخوه ما عنده انا اخوي اسمه اسهري المهم في زول اسمه اسهري كان واقف حجزني منه انا كان ما كدي ما بخليه وبعدين تعال تتحقق معاه كده فينه سوي لنا جبن يا زول ما دار اوريك قله الادب ازدهار برك عجبني لك قال ازدهار قال شنو يا شاب؟ ده شنو؟ شايف شنو انت؟ انت من العربية دي؟ ده عربيتك؟ ايوه عربيتي؟ ده شعري يا ولد ده شارع عام يا مكنة ده شارع غرق شعري ده غرق ده شعري حجانا شوف لك مربوع تاني قد بيو قد بيو؟ اي غمة السفالة والو يا مكنة يا مكنة احترم نفسك يا مكنة اي
اوعى انا طالع كده، انا طالع من الجنب كده، طالع من بيتنا كده، ما تتعب نفسي معك. اوعى تعلي صوتك ده علي، فاهم ولا ما فاهم؟ جيرخ الزمن يخص عليك وعلى تربيتك. جد يا زميلي يا جخس، حسبي الله ونعم الوكيل. جد 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 جد، حسبي الله ونعم الوكيل. اركب جد يا مننا شعر بقى حالنا نحن عقنا نحن أفارة. زمين دخل داري عور لي وداري غرسل لي يا أمان، كان الربة دي كلها ايوه يا اخو استعجل كده ولا يا سلام يا سلام. لا اله الا الله. مرحب مرحب ازدهار، تفضل كيفك؟ شرفتي والله. هنا كيف انا بعد اشوفك ما كيف تم والحياه كلها انبثقت. مرحبا الله خير ان شاء الله. انا عندي مشكله. مشكله عايزك تساعدني فيها. اقتل لك زول؟ لا لا لا، الناس الماشيين اللي اقعحون مدلادين. لا لا لا، اطعين لك زول؟ لا كده حبيبي، العامل معك مشكله دمره في الحله وانا قاعد. اما والله مسخره، العامل لك مشكله دمره؟ مؤيد اخوي. مين؟ مؤيد. مؤيد هو طي الشباب يعني زين. اي نعم، هسه انا جات والله ما حد علي خاطري منه. اي انا عارفه، واسالك معلش امسح لك فوشي. والله هي ما هي ساعه شديده كذا يعني، هو قال لي طويل عوقه يعني، انا بس حرقتني حته عوقه دي، لكن عشانك ببلع يعني. يا ناس تسلم لي. الله انا قلت تسلم لي دم، انت قلنا بنشمطني المصران الاعور بنشمط بعصب عصب بيبقى بعصب. لا حي الله، حتمسيني المشكله جيتك ليها كده. يعني انا جاتي حسي انا لما اشوفك بالمناسبه بنسى كل الكون حوالينا، وبتبقي انت بس ايقونه قاعده قدامي. يا سلام يا اخي. مهيد مالك؟ المهم هو ساق الركشه بتاعت العمده جارنا، 3 أيام ومختفي، والليله فتح فيه وبلغ. هي الركشه هذا ما نشوف شنو يعني من ركشه، هي ذات كرعين زي العربات ما عندها 3 كرعين، يعني حاجه معاقه ذات. خليه يسوق شنو يعني لو ساق الركشه؟ وفتح بلاغ؟ اي غلطان والله، اصلا المفروض يفتح بلاغ. بعدين مهيئ ده يعني ظروفه جات كده. يعني لو كفيتني منك انت. اثنين هنا، هو واحد واحد ومكسر فيك، وقلبه الشمال ده ما واقف عشانك. بعدين يعني هو ذاته مؤيد ده بالمناسبه ولد كويس، لكن طبعا يعني العقاله والحرق الحرق لا تشوف. الان الحرد ذاته شفتي بفور الدم. فضيله فالناس لما يبقوا دمهم فاير يعني مؤيد قليل ادب. مؤيد اخوك ده واحد قليل ادب وما محترم، يقول لي انا ينبذني لما الله كلام وسرق الركشه. سرق حرام، ان شاء الله شحط الله عليه يدخلوا الحراسه. سرق الركشه حقت العمده قال له 3 يوم ما جاء، ان شاء الله يفتح فيه بلاغ ويسجنوا ما يمرق ذات. اما الله كلام فاضي. انا وضحتك وما الله. امشي امشي يلا با امشي يا معيد. انا افتح من سرق الرشا. ازهري ازهري، انت سويتي جبنه؟ سويت انطير. خلاص رحنا شربه. اسمع يا فضيله، قلت لك يا الله هنا ولا في ليك يا جوز. زيك ده منو يا مكنه؟ مكنه منو؟ زيك ده منو؟ ناس البيت فيه؟ ناس البيت منو؟ ناس بيت كنا هذا ناس البيت منو؟ يا مكنه مالك هاي جازل؟ ما هاي ولا هاي ازدهار في طيب؟ ازدهار؟ هاي ازدهار يا منك؟ يا مكنه هاي يا مكنه ازدهار؟ مكنه منو؟ ازدهار؟ هاي ازدهار طيب. اقفل قردك. ها؟ اقفل قردك. كيف يعني؟ اقفل قردي بس. ما كيف؟ اقفل سوي شنو؟ اقفل قردي يا مان، اقفل قردي، انت جيت المكان الغلط. اقفل قردي يا مان. اقفل اقفل شنو؟ اقفل اقفل قافل. شوف شوف ازدهارك بوين يا مان، شوف ازدهارك بوين. عينا شوف ازدهارك بوين. تعال عينا ابو الزوز كيف؟ مالك؟ قافل قرديني. شنو كمان قافل قرديني؟ ما اعرف الله يدخوك قال لك في القردي، قلت يمكن معنا اطلع فوق. كيف انت؟ مؤيد مغلب الحلة كلها بس الصبر. كيف انت؟ تمام. احنا على السلامة يا الله يبارك فيك. قلنا نيجي نتحمل السلامة يعني فكوا لك والحمد لله. انت تنور في اي زمان. يا سلام منور بيك. كيف تمام؟ تمام. صراحة كذا انا جيت في موضوع ثاني خالص يعني. تفضل. الله يحفظك، شوف الكلام ده طيب. انا جاي بخصوص اخوك ده يعني. مؤيد الحلة كلها تشتكي منه، انا ما اعرف اعمل معه شنو يفضل. انت ما تعمل، احنا اللي بنعمل. احنا اللي بنعمل، كان داري اطبخ لك. شيخ اطبخه؟
تقصر. الله يبارك فيك. يلا انت قايله شنو؟ ما هذا اخوك ذا هو زول كويس. لكن راقب الجن العواص. والجن العواص ده شنو كمان؟ ده جن الصين كعب خلاص بيشتغل مع الشباب بس. شفت الجن لما يتلبسك بيخليك ترى زي ما هي لا تحترم كبير لا تحترم صغير وتضارب الناس وتعمل اي شيء كعب. طيب تسرق الركشات. يوصل مرحلة سرقة الركشات دي. هاي. طيب وحنعالج الحاجة دي كيف؟ الحاجة طبعا انا بعالية. انت بقيت دكتور من 200 افضل؟ لا ما هي ما بزعل الدكتور يعني. اصلا انا اهلي يعني جدودنا زمان وهن لحد ابهاتنا يعني كانوا بعالجوا الجن شغلتهم ودونا الاشرار دي لكن انا طبعا انا عالجت كم زول في الحلة لكن اذا كان على اني يعني انا ما داير شوشرة وبوظوني القصص كلها وابقى زول مشاهور كذي والناس محل ما داخلين مارقين ما ينفع معي الكلام ده لكن دسي الموضوع ده. يعني قدرت تعملوا لي انا بشكل استثنائي. انت ذاتك ما استثنائيه عشان كيف نعمل لك الحياه الاستثنائيه؟ انت تجيبوا لي مربت وانا بعايجه. لو انت بتعالجه طبعا حنجيب لك حد عندك وانت عارف انا بثق فيك قدر شنو. لا لازم شرطا الجن العواص ضع المجنون لازم يجيبوا مربت. انتوا ربطوا وجيبوا. خلاص هسه انا بتصل على قاسم يجي نربطه ويجيبوا حد عندك. اهم شيء خالق قاسم ده يكون معاكم. خلاص. لانه لو ما بقى خالق قاسم هذول بيتربط انا ما بقدر عليه وبراي. اذا انت تجيبوا مربت انا بعد ذاك الجن العواص ده بخليه يعوص. وإن شاء الله كده عبار ما نعوص نحن يعني عواشتنا سوا يعني نعوص في بيت الزوجية السعيد. السلام. يلا باي. أشتاجن. تسلم. رايك أن نربطه ويجيبه. حاضر. يعني جيبوا لك زي الهدية مغلف. حاضر. ويما قلبي مغلف وخليه. نحن حنجيبوا لكم كلنا صيغة طبعا. يا سلام إحنا غير صيغتكم نوعين من الشجاعات. مرحب مرحب. ركز من الزمن اصلا جدا والله عنده زمن رايح لكن انا بطب ليكم بعدين انت ما ترصعه الشغل ده دق باليد ما ينفع على جاوي بس يملي على جاوي بس على جاوي في ظل بيعرف مصلحتك وبعايده ايوه ده بتهني لا ويقول لك ها مستحيل تقتل اصلا اصلا انا بقتلوني لكن لا يمكن اقتل طبعا عارفه يا يا اخي يا نعم شنو الجن العواصه عنده انجذاب اي ما تنجذبنا لما هذا ما حسي هو عشان كاي لابس احمر دخلوا لي جوا بشر في انجذابه دخلوا بس خش 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 قتلك ما فيكم بس دخلوا انا طويل العوق انت تلوغ وانا ما جاك على جاوي شنو يا زول يا عمك؟ شنو بخور ده؟ شنو؟ أخرجي أخرجي يا عمك ده جنة ولا شنو؟ أخرجي يا جن يا مجنون اللي بوريك الجنون والله ما تفكر أخرجك منين؟ خرج منه؟ أنت جنة؟ كيفك أنا؟ عجبك روحك ما عرف هناك متعنطز في الحلة دي طايح فينا شمال يمين أنا طويل عقبة؟ ها؟ ما تنظم سكتة مالك؟ هاي طويل عقبة كمان تاني؟ هاي تاني انت فكنا هنا انت افك شنو؟ نعم افكك انا ان شاء الله افكك الليلة فك لا 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 يا عزاني الليلة بشوفه مامبي انا طويل العقبة لا 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 انا طويل العقبة لا انا طويل العقبة لا انا طويل العقبة لا 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 مالو؟ لا الجن العواص ما يشفتك على صنب العواص لها بكورك البكورك ده بالمليسة ما ولا تكون ده الجن الجن ذاته؟ الجن هذول كربت لك صوتين وحست خلاص مو عارف يمرق بوين ذاته مجحجه؟ مجحجه لك حنان دقايق كيف بنروح عليه ويفضل؟ انت ما شيء بنروح عليه مؤيد لا لا انت شوفي اي حاجه من طلبك نحن نحافظ عليها بعيوننا يا عزوز ما تخش بالعواص جوا دقيقه بس هسه بخلي لكم عواص والله الكلام Ah! Ah!
ماشي كويس حسين. الجن ده ما كان راكب هنا. حسي نزل هنا وحسي قاعد في الغولون الاعور. في الغولون الاعور؟ هاي مش مرات قاعد مايده مش مرات بينتفخ. بس عنده اشمئناق هنا. ان شاء الله ثاني كم 50 فاط بيمرق قلبي كل كده ما هو. دمنه؟ ها؟ دمنه؟ ده الجن؟ الجن ذاته؟ الجن ما اسمه العواص عووص عووص. دعوص ليك. دقائق بس صبروا لي. يا رب يا رب. اسمع عينة. عمك سعيد راجل كبير ومحترم الحيلة كلها تقول عم سعيد تقول لي يا سمين يا جخش يا رجل سمين سعيد ماكل عندك ماكل عندك ماكل ماكل منكم ماكل منكم يا فيك بس بجيك حسي بجيك مرق مرق ها مرق الحمد لله الحمد لله الحمد لله كرمت لك عنا وجاوي مرق تب لكن اقول لكم كلام احسه هو بعد مرق ما احنا الجن ده بنتعامل معاه زي الزول المارق من الباب كذا وكرموا له صوتينه في الباب انا حسي واخو جو كرم له صوتينه ومارق لحقه ايوه لحقه نحنا حنحقه تب اجد 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 اخرج امرك مرقته امرك مرقته امرك مرقته خرج ها خرج 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 اصلا انت رقبك قلنا ما خرج خرج انا صراحه انا خرج لا 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 احترفت انه غشي هنا اي اي اقول لك كلام انا ما محترف انه خرج لا خرج 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 تعالي ما خليتك فترته بس فترته عشان ميك مرق استلمه استلمه نجيب طب نجيب ايوه تفضلوا 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 استلموا خش 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 يا خال خش بعد يا شريف ها ها اي جي عواص جيبوا لي راح راح امرك راح اسمع الكلام امرك اسمع الكلام راح امرك بالمناسبه ده الارهاق الجمعه كان متملك العصب هاي هاي بس لا لا شوف 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 دردك طوالي دردك كان في العصب هاي كويس ما تبغى شويه تشرب شاي يا ولد اخي انت شايفهم شكرا لوقفتك والله كيف يا اخي اي زول يعوص في حلتكم تعالوا لنا خالك ذاته كان عوص جيبي لي تسلم لي الله يبارك الله يسلم يا ضحك وجل كربك بالفاط هاي لا هاي الله العوص يا زول يا زول يا زول تبع انت جايبه شنو ذا العجز حسبي الله ونعم الوكيل ايش ماشي ماشي تعال هذا شنو وين 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 طوالي مرحبا يا اخي يا اخي انت سافرت امبارح شنو سهرتك خالد والله عظيم اي بلد غير كل تظلمه زي ما بقول المثل زي البقره اللي ما بتحلي هسه انت عليك الله فيك حلبوك حلب يا اخي انت مش سافرت امبارح انا هنا في البلد غير يعني زول يغيب الشمس برا ويشرقها هنا يعني شنو شنو ده يا اخي كده كده ارجع اشرب لك قهوه ولا شاي يا فضيله جاهز الشاي ولا القهوة يا فضيلة؟ هنا 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 لا هنا في الطقاق الطقاق يا زول هنا يا فضيلة فضيلة الشاي الشاي يا فضيلة يا زول يا زول لا إله إلا الله محمد رسول الله الله يلزمنا الصورة شنو أخوانا في الدنيا دي من معية المليه ولا سجم رماد يا أخي انتحر أنا والله سوي هنا يا أخي معقولة يا أخي ليه؟ هاي مالك في شنو؟ هل ما في شنو؟ هل ما في شنو؟ مليوة مليوة ماله؟ مليوة ما سافر البلد لا من السافر مليوة جا قاعد هسه دخل انت قايل الغدا ده قلت انا قالوا هو ده بياكل 17 وجبة في اليوم ده هو قال لك الغدا لا تضل كيفين البلد دي 12 ساعة ماشي و12 ساعة جاي وهسه مليوة ده مما طلع له 3 ساعات جا كيفين بس العواص شنو؟ العواص انت قال هذه سفريات؟ ده جن جن بيركب الشباب عشان قدي مليه وده مشى وجا في 3 ساعات ولا سافر 24 ساعة هسه مش قال لك شاي شاي كذي ده هو ذاته سقى ما افضل وحسوي لي شنو؟ خلنا الزول ما يتغرب يعني فترة الغربة دي فضيل وفضيلة تغيروا يا فضيلة يا فضيل فضيلة ما تجيبوا لنا الشاي والله الزول قعدوا ساي زي الغنماية بلا علف يا فضيل ايش هنا يا اخي؟ مليه Thank you.
يلا يا فضيل احكي لنا قصة من ريفنا وقرانا، من بوادينا الجميلة ومن بيوت بالخير ملانا. صفات بلدنا ونقرا تاريخه وكفاحه، في فضيلة نشوف عفافه في المليوي بالنجاحه. دونكي دونكي وحلة حلة والرواية تزيد فصولة، فيها خيرنا وطيب تهلا ولمحة من روح البلولة. يا ضيل احكي لنا قصة من ريفنا وبرانا،